حديث البلد مع نجوى قاسم. نجوى قاسم، انت اول حدا بيعمل له مقابله لجان اوغا سابيان سنه 2000، عملت معه مقابله كمرشح نيابي، كمرشح الانتخابي باول اطلاله له على التلفزيون. ما بعرف كانت اول مقابله، اول مقابله، اول اطلاله. اوكي، وهي اول مره بتجتمعوا سوا على التلفزيون من وقتها؟ على التلفزيون نعم، بس اجتمعنا برا. جان اوغا سابيان، انت انسان مؤمن. صحيح. بلشت هالمسيرة مع نجوى قاسم. صحيح. كان وجهها خير؟ كان وجهها كثير خير. كان وجهها كثير خير. بعدين اليوم متألقة اسم الله. بهالبلوجيتان يعني. ثانك يو. شو لقيتها من ال 2000 من 2000 لهلا؟ غير قصة الأزرق، الأزرق أدد فاليو بس هي بس من ال 2000 لهلا شو لقيتها متحلية؟ طبعاً. طيب خذي بقى هالشهادة يا نجوى. نجوى قاسم يعني الانسان على كبر بصير يجوهر اكثر، كان الاساس فيه جميل يعني بصير صح صح. اذا كان اصيل وجميل بجوهر. نجوى قاسم، انت اعلاميه لبنانيه معروفه من اكثر من 20 سنه، امتى خلال بمئات المقابلات مع المع الشخصيات وانعرفتي بالمراسله الحربيه من بعد ما غطيتي حروب لبنان، العراق، افغانستان وغيرها، واليوم بدك تغطي حرب مع ميشيل، يعني اكيد استحقاق كبير يعني. لا نحن دعاة سلم. لا لا غطي سقع لانه. واليوم انت من ابرز اعلاميات الوطن العربي واعلاميات قناه العربيه وضيفتنا لنحكي عن برنامجك اليومي الحدث اليوم اللي انطلق بحلته الجديده تزامنا مع اطلاق الحدث من حوالي الشهرين والنصف، قناه الحدث. نجوى قاسم، ارتبط اسمك على طول عقدين من الزمن بالحدث العربي اللي قدمتيه بقوالب مختلفة سواء بالنشرات الإخبارية أو بالبرامج الحوارية. اليوم شو اللي بيميز البانوراما اليومية اللي عم بتقدميها ببرنامج الحدث اليوم؟ الحدث اليوم هو بالنسبة لي كان يعني حلم أو هدف إذا بدك. أول مرة كنت بأمريكا شفت برنامج سيتويشن روم لولف بليتزر على سي ان ان، بس كان بيطلع وقتها على سي ان ان المحلية، سي ان ان دوميستيك، ما كان بيطلع على الانترناشونال. وكان هو شيء من هالنوع يعني أكثر من ساعتين، بس في قسم بزنس كبير، وكان هو عبارة عن استوديو بس عم يواكب كل شيء بيكون طبعاً عم تحكي أمريكا، يعني كل شيء بكونغرس والبيت الأبيض وزارة الدفاع أو الشغلات بتكون تانية ممكن تكون طقس يعني، بس إنه عم ينقل من كذا محل، عم ينقل نفس الموضوع من كذا وجهة نظر بشكل يومي. يعني كل الوقت نفس الموضوع من كذا زاوية. نعم. وأنا حبيت هيدي الفكرة. هلأ مش هو نفسه على الساعتين كذا موضوع، بس كلهم يعني بيتم تناولهم بنفس الطريقة. ومن وقتها بلشت يعني أحب إذا بنقدر نوصل لهيدي القصة. يعني اليوم كمان مش بس عندك بتنتقلي من مقابلات سريعة أو مع مراسلين آخرين، كمان في انتراكشن، يعني في تواصل مع المشاهد. في تواصل مع المشاهد وفي انتر اكشن كمان مع غرفة الأخبار، يعني لأنه استوديو بقلب غرفة الأخبار، الزملاء اللي موجودين معنا الصحفيين كل حدا بيكون عم بيتابع موضوع، يعني إذا كنا عم نحكي سوريا في صحافي من الزملاء عم بيتابع الموضوع السوري، ممكن نروح لعنده هو عم يعملنا أبديت بالفيديوز أو بالمعلومات اللي عم تجي، في زميل تاني عم بيتابع الأشياء اللي عم تكون على السوشيال ميديا. إضافة إنه نحن ممكن يعني الحدث وحدة من الأقسام الرئيسية بشغل اللي بتقدمه هو السوشيال ميديا جزء منها وهي جزء من السوشيال ميديا، يعني في تفاعل مع الناس من خلال السوشيال ميديا. صحيح. نجوى،
انت مواليد 1967 وقلت لنا ما بتفرق معك لانك عم بتجوهري مثل ما قال جون. هلا هلا ماما حدا زعل بس ما عليه. مش راضيه للماما مش مشكله. من جون بنت الشوب كمان من جون. والدك موسى قاسم اشتغل بالحقل التربوي لغايه وفاته السنه الماضيه بهالوقت تقريبا يعني بعد شوي بيكون بعد كم يوم الذكرى السنويه الاولى. الله يرحمه. والوالده ام البنين هيك بسموها تيمنا بالزوجه الثانيه للامام علي. صح. هي اللي كان لها الدور الاكبر بتشجيعك لخوض تجربه التلفزيون رغم حاستك شهدت دراسات عليا بالهندسه المعماريه اللي هي يعني مجال مختلف تماما. بتقولي انه اهلك لما سموك نجوى ما كان كثير دارج هالاسم مشان هيك كنت كثير تصدمي بناس يعملوا هيك مثل لينك بين اسمك وبين اسم الراقصه نجوى فؤاد. صح. كنت صغيره بيقولوا لك انت نجوى فؤاد يعني بوقتها شو كنت تجاوبيهم انت وصغيره؟ حسب ما بتقلي ماما الظاهر صارت تزعجني العمليه، ظهري يقولوا لي انه انت نجوى اللي بالتلفزيون. فانا صار عندي رده فعل يعني عفويه، اول ما حدا يسالني شو اسمك قل له النجوى بس مش اللي بالتلفزيون. غير واحده. بعدين صرت نجوى اللي بالتلفزيون. بعدين صرت نجوى اللي بالتلفزيون. نجوى قاسم سنة ال 91 التحقتي بالنيو تي في وطليتي لأول مرة على الهواء كمذيعة ربط وب 93 قدمتي أول نشرة أخبار على شاشة المستقبل اللي بقيتي فيها 11 سنة قبل ما تنضمي للعربية. صح. 11 سنة التقيتي خلالهم النائب جون. من حظي. ومن أقصى تجارب حياتك المهنية تعرض مكاتب العربية بالعراق لتفجير إرهابي سنة 2004، حصد أرواح العديد من زملائك. صح. والأمر واللي هو يعني كمان برهنتي عن مهنية أنك بعد دقائق قليلة كنت برا وكنت عم تغطي الحدث مع أنك كنت موجودة يعني بالمركز. ليش بتندمي على فنجان القهوة اللي شربتيه يومتها؟ مش بندم، في الست اللي كانت موجودة بتشتغل بالمطبخ وكانت ست حبها كثير كان اسمها أم غسان، كانت ست أرملة عندها ست أولاد. يا لطيف. وجوزها مات بالحرب العراقية الإيرانية مثل يعني آلاف بتقابليهم بالعراق، وهي كانت يعني التفجيرات والوضع الأمني وعم تشتغل وضل خايفة على أولادها وعم تحاول إنه بدها تفل تلاقي طريقة يعني تعمل لجوء أو تروح على غير بلد وهيك، وكانت بهيديك الفترة عم تقول إنه بلشت تزبط الأمور تتلحلح مع الأمور. وانا كنت حبها كثير وهي كانت تحبني، فانا مرقت على المطبخ قلت لها لقيتها هيك عم تضبضب حالها، قلت لها رفالي؟ قالت لي ايه. شو بدك؟ قلت لها معليش بطلب منك يعني؟ قالت لي ايه بس حسب اذا شغلي بقدر اعملها قبل ما فل. قلت لها بدي فنجان قهوه، قالت لي قهوه مقدور عليها. اوكي. فعملت لي القهوه واجت حطت فنجان القهوه قدامي وراحت اخذت جزدانها من المطبخ ووقفت قدام الباب ناطره السياره اللي بدها تاخذها على بيتها. طلع الانفجار وطلع الانفجار وماتت. توفت. حسيت انه انت يا عم انا اخرتها، ضليتني فتره يعني معقول انا اخرتها لما طلبت منها القهوه، يمكن لو فلت قبل ما كانت. بعدين صاروا كثار من زملائي يقولوا لي لا هي بتنطر الباص بوقت معين بيمروا ياخذهم باص، لانه هي كانت هي وست ثانيه يعني. بس عذبتني وخاصه انه دائما هيك بعدني لليوم بتذكرها، دائما كانت تضحك رغم كل هالمأساة اللي كانت عايشتها، كان على طول وجهها يضحك. في ناس كثير رفعت يا
يعني يا ريت اللي بيرحلوا بيقدروا يرجعوا. انا بقول كل المشاكل بيتصدى لها الواحد ما عدا الموت يعني ما في طبعا. سبحانه ربنا. نجوى من انت وصغيره بتعشقي الرقص يعني ما اسمك نجوى فؤاد يلا بتعشقي الرقص خلينا نتفاهم خبر عاجل خبر عاجل بدانسينج وذ ذا ستارز ما بدعت لحتى يلا بلا بلا ولكن ممتاز بقي قد ايه بقيت لسابع حلقه انا الحقيقه صوتت له لا تامن حق الجماهير كلها صوتت انا من اللي صوتوا له يعني اصلا هن هلا هو اطلق عليه لقب فريد استير العرب نعم يعني هو منك نجوى انت بالعربيه من هي ما لا رايح كثير علي إيه؟ انا بعتذر ما مش عارف انا بعتذر ست منى انا صوتت له صوتت له لقلك لا لكن يضحك اجمالا لا اجمالا اللي بصوت لهم بيطلعوا على بكير ما زبطت معهم بتنقيهم هلا كمان عم بيطول شعره اذا ملاحظين الستايل هلا بده يربطه ايه بده يربطه الرقص مازن كيوان فرانك سيناترا جاي مازن كيوان معنا الليله على فكره والله ايه تمام يعني ما فيك مازن كيوان رحت انا وميشيل قلدنا له اللقن وبس حتى دغري يقول مازن كيوان ها شفت حتى مازن ما تزعل منا دغري هيدي تريد مارك صارت بتحبي لكن الرقص وسبق وانضميتي بمراهقتك لاكثر من 5 فرق كان اخرها فرقه كراكلا اللي بقيتي فيها لفتره بسيطه جدا هيدا رقصا اما عاطفيا فبتقولي انك ما تزوجتي لليوم لانك كنت دائما ترفضي تقومي بتنازلات معنويه لارضاء الحبيب وبتعتبري انه الرجل العربي قدامه درب طويله بالمصالحه العاطفيه. انا مش من النوع اللي ولا لحظه بنكر دور الرجل بحياتي. نعم. ولا لحظه برايي انه لا وانا يعني بقدر بلاقي ابدا يعني نعم. ابدا ابدا مش من هالنوع بالعكس انا تماما العكس. نعم. ولكن مع هيدا كنت كل الوقت احس انه لاني معروفه ومستقله ومستقله من زمان ومسؤوله من زمان يعني انا بعرف شو يعني مسؤوليه من فتره مبكره بحياتي ولاني مشهوره ولاني يمكن عندي مواصفات جماليه معينه بحس حالي بموقع الدفاع كل الوقت كل وقت عم دافع عن حالي يعني انا مش متهمه تدافع عن حالي ليش المراه دائما متهمه حتى يثبت العكس يعني بالضبط. والمراه الجميله والمراه العامله والمراه المعروفه يعني وبيوجهوكي باسئله او بافكار خارج سياق حياتك بتكون تماما خارج سياق حياتك يعني لما بتوجهي بسؤال من نوع انه ليه عندك معجبين انت بتكوني مثلا عم تطلعي برنامج جديد انه عقلك بمحل ثاني او انه بس شو بدي جاوب على هذا السؤال يعني الغيره كانت عامل كبير هلا هي الغيره بس هي الغيره هي الشك هي انا بعتقد فيها شيء من الايجو مش الغيره يعني في حدا لما بتكوني انت ناجحه وعندك حضور وعندك استقلاليه عندك ايجو كمان نعم منك عم تطلبي انك تكوني الستار تبع العلاقه بينك نعم. وبين الشخص الثاني بس ما بدك تكوني الشخص الممسوح نعم. فانه في هيدي المشكله اللي بده يجرب يكبسك ينزلك ايه انه مينك انت مع الرجل الشرقي يمكن حتى يعني بطريقه غير اوقات يعني انكونشسلي بيعملها لا وعي لا وعي ايه لانه في بعد في كثير عقبات مع حاله عاطفيا مع المجتمع ما بعرف يعني هل كان معنا الاعلاميه ميش ضياء مره وسالناها عن قصه الزواج وقال كان في علاقه معقول تودي يعني ل يعني ارتباط جدي بس كانوا عم بيطلعوا بالسياره وقالوا له مستر شدياء من هون تفضل عم بيعطوا له يعني هيدا اذا بدك ميتافور شوي يعني انه اليوم سموها اسمها ايه يعني صار هو مدام شدياء سموه على اسمها قالوا من هونيك ما عادت يعني حست انه ما راح تنجح هالعلاقه هيدي هون الدايلما اللي بعيش فيها الرجل الشرقي يعني لازم يكون هو هو البطل لهالعلاقه يعني هو الظاهر يعني مجتمع ذكوري يعني بعده مش طالع منها يعني رغم انه بيعترف لك بدورك باشياء كثير ثانيه بس بتكتشفي كانه هو بده يقرر النسب يعني كانه هو لازم يكون مايسترو يا عمي هيدي شراكه هو مهندس هالعلاقه ايه هي شراكه هيدي كونكشن هيدي كوميونيكيشن لا كم مره فكرت انك وصلت يعني انك لقيت البيرفكت مان اه
ولا مرة ولا مرة يعني ما هو يعمل لك شو أخذ حدك بيرفكت مان. هلأ بتسألي رجل شو هي البيرفكت وومن بيقول لك طولها كذا، شقرة سمرة، عيونها كذا، مواصفات، بيعطي مواصفات. في واحد تاني بتسألي بيقول لك بدي اياها ذكية. روحتنا لا أنا عم بعطي يعني عاطت اللي بده الذكاء عاطت مثلا. لا أنا عم بقول إنه البيرفكشن كل حدا بيشوفها شيء من منظار. ايه البيرفكت مان ما بقى يعني البيرفكت مان أنا اللي بيفهمك يعني خليني مثل ما انا بسميه الشريك بس مش اكثر. بارتنير يقبل بفكره الشراكه. شريك ايه، حدا شريك، هو رفيق، هو صديق، هو حدا بتروحي بتحبي تروحي على القهوه معه. شريك شريك بارتنر. كن صديقي كن صديقي كن صديقي ليس كل امر انتقاص للرجولة سويت بين الرجل والمرأة يعني يطلعوا بعض عين بعين مثل ما بيقولوا. فيها انتقاص للرجولة بالنسبة للرجل؟ أنا بعتقد فيها انتقاص يعني، ولكن اللي قالته نجوى أنا بأيدها كليا. نعم، هذا شيء أساسي بالحياة إنه يقدر الواحد يكون بالفعل هو وزوجته أو هي وزوجها يكونوا أصدقاء. صح، حقيقة منا سهلة، ما يعتبر الواحد إنه كلمة سهلة. لا، في ناس كثير عندهم ازواج وعندهم صديقه بيصيروا هي ألذ عليها تكونوا اصدقاء. ايه الاصدقاء لانه وقت بنحكي بالصداقه الحقيقيه يعني عمليه هي شراكه، شراكه بكل وتواصل شيء. شراكه وتواصل مش والكلام مش منافسه، مش كومبيتيشن. صح، بس ما هي دو فاكتو عندها اكسبوجر، لانه ما فيك ما فينا نشيلها يعني، هذه خارج عن قدرتها وإرادتها. مش حيالله رجل بيتحملها. نعم، مش حيالله رجل بيتحملها يعني. انا ما بعرف اذا بقدر احملها هيك بهالشهره الكبيره يعني. انت كرجل بتحمل امراه عندها اكسبوجر و ما يعني طبعا انه بصراحه انا الحقيقه مكتفي ومبسوط بزوجتي. نعم، لا لا اليوم الله يخليها موجه لها تحيه. نعم، بس نحن عم نحكي كعقليه يعني. ايه بس عم بدي لك شغله. هلا بالسياسه احيانا بيكون في المراه هي الشخص السياسي. نعم، اوكي، وصارت معي بحياتنا نحن. بتحسي دائما انه جوزها مثل هيك لحقها يعني، هي الناس بتعرفها، بتحكي معها، بتستقبلها مثل زوج الملكه بانجلترا، بتسلم احيانا بيسلموا عليه وبضل رايحين الجميع، بيكون مع حاله يعني. ما انا سهله الحقيقه بالمجتمع لانه مجتمع ذكوري يمكن. نعم، لو بالخارج كل انسان عنده شخصيته، كل انسان عنده هو طبيعته، هو فيكون ناجح في مجاله يعني شو ما كان. ولكن نحس نحن يعني. كنت انا احس وكثير ناس بحسوا انه هيدا جوزها وينه، مش مبين بالقصه، ماشي هي هيك على الراس بالعالم. طب ما هيدا سؤال ذكوري، هيدا جوزها وينه؟ انتم يعني عم تستخفوا خلص لانه هي لا انا عم بحكي كفاك وقائع. مش معناتها انه يعني انا بنفهم انه هو ما يعني صعب عليه انه لا بعدها بدها شوي. انا عم بحكيكي الفاكت تدريب يعني كواقع واقعي سرير لايف يعني، مش انه عم بقول لك انه شو المبادئ. بدك نحكي مبادئ بنحكي قد ما بدنا، بس ما بنحكي شعر يعني. نحن عم بحكي شعر. ايه فاكت، نحن لا نزال بلبنان غير لبنان بالعالم العربي ودول العالم تقلت كلهم سوا، يمكن بغير دول، يمكن بالصين بالهند الصينيه اكثر منا بكثير يعني. أكيد، مجتمع ذكوري، لانه هنيك المراه احيانا بتشعريها انه مثل الخادمه كمان اكثر مما هي عندنا. نحن بعدنا المجتمع نوعا ما قادر يميز، والمراه اللي بيكون عندها هالاكسبوجر هالشهره منه سهل انه الا اذا كان جوزها كمان عنده هالشهره الكبيره. نجوى سام، عرفنا شو فيك تعملي، عرفنا انه فيك اليوم تكوني مراسله وتكوني مقدمه وتكوني محل الضيف وتكوني محل المحرر بنفس الوقت، بس بعد في اشياء ما عرفنا اذا فيك تعمليها، مشان هيك نجوى سام وانترفيو لو فيك. اوكي. قبل ما بلش كان معنا الزميل منير الحافي من حلقتين بعتقد، وسألناه مين أفضل مذيعة أخبار عربية، وقال نجوى قاسم. كنت على السمع ولا خبروك؟ غششني منير بس خلصت التصوير. أوكي، قال لك احضري. لا نحن أصحاب كثير أنا ومنير يعني بيست فريندز، بس هو عطى رأيه بموضوعية. إيه صحيح، بغض النظر ومش أول مرة يعني حقيقة، دايما تحياته كثير منير وبخجلني فيها،
يعني ما بعرف شو بدي اقول له. هو محترف منير، أكيد. يعني عم بيحكي من نظرة محترف. اكيد اكيد. شو بتحسي بس تسمعي هيك شيء من زميل يعني لإلي؟ يعني بقدر مش بس يعني مش موضوع المهني او الموضوعي بالقصة، بقدر قديش هو واثق من حاله يعني لحتى ليسمي حدا تاني. صح. قديش هو واثق من حاله، بقدر ثقته الكبيرة اللي بتدل على حدا جدا مرتاح مع المهنة اللي عم يعملها وواثق منها كمان. بنوجه له تحية كتير كبيرة وبنرجع له. لو فيك اوكي لو فيك تغيري شيء بحالك، شو كنت بتغيري؟ شو كنت بغير؟ انا كان ما احب زمان، كنت ما احب اصابع اجري، بغير اصابع اجري. فينا نشوف. ما بتخيل شوفي كلك العصاية كلك سوا، يعني ما بتخيل فيه. انا ما كانوا يعجبوني. مش قادرين نعطي راينا بالموضوع. لا لانه لازم نتشكى. فينا نشوفهم؟ هلا يعني محبورة. شوي بعد شوي بعد. لو فيك تمحي خبر قلتيه على الهواء، اي خبر بيكون؟ عن اصابع اجريكي هلا. لو فيني امحي خبر عن الشاشه، يا ويلي شو كتار الاخبار اللي بمحيهم. قلتي بمحي في مره عندنا زميله انقتلت بالعراق باغتيال يعني مباشر، ويوم دفنا كمان لحقوا جنازه يعني قوصوا على جنازه وحبسوهم بالمقبره. هي عراقية. وأنا كنت على الهواء بالفترة يلي كانوا فيها بكل هالتجربة، وكانت بمحل معين يمكن كانت يعني الطريقة الوحيدة لحتى نضلنا مطمنين عليهم هن، نضل عم نحكي معهم. نعم. واستمرت التجربة، ضليتني يمكن أكثر من ساعتين لحد ما وصلت الجيش العراقي لحدهم وحماهم ليرجعوا من الجنازة. فأنا يمكن هيدا النهار يعني أخذت أكثر من لحظة، أخذت مهدئ أكيد يعني ما أقدر خايفين عليهم، حزينة على زميلتك وبس يعني إذا سكت الزميل اللي كان معنا، إذا يسكت ثواني مو ترعبة مو ترعبة، تقولي أبصر شو صار معه. يمكن بلغي هاي. لو فيك تغيري سياسة العربية كنت بتغيريها؟ لا. لو فيك تشتري محطة تلفزيون شو بتكون؟ أخبار. انا بعرف اخبار، ما بعرف غير اخبار. اخبار على مدار الساعه. ما بعرف اشتغل شيء غير اخبار. طب اشتريها اذا بقصت. لو فيك تحاوري الرئيس بشار الاسد شو بتسالي؟ كيف الصحه؟ كيف بتنام؟ يا حلوه كثير حلوه كثير. لو فيك تغيري عجنبه يمكن ما بعرف. لو فيك تغيري شيء بلبنان شو بتغيري؟ النظام. النظام كله. لأنه بالإذن منك أستاذ جمال. لا طول عمرك. شو هو عامله للنظام؟ لبنان الدولة أصغر بكثير من لبنان الوطن. صح. ولازم يكون هيدا هالدولة بحجم هالوطن. جان أو غاسابيان الليلة طلع له أربع كروتي. أي. أربع فيسز وكارت كيتي. أي. أنت رح يطلع لك مش إنه عدم مساواة بين الرجل والمرأة، بس أنت رح يطلع لك واحد بس يمكن يكون أصعب من الخمسة كله. مثلاً. نشوف أصعب من اللي مرقوا بحياتنا. أصعب من اللي قطع مرق فيه. ممكن يكون صعب. كيتي. صعبين انا بحب رقم 3. ايه انسوا الموضوع لانك حديث ما خصني. شو؟ لا ما كيتي جيبي غيرها. خلينا نعرف شو وحده ثانيه لنشوف اذا بنتضامن معك شو. لا الدبكه من اختصاصك وكلنا عم نتفرج. منا من اختصاصي يعني صار لي زمان كثير مش يعني لازم ترجع تتمرن شوي هلا. على الهواء. لانه في عندك حدا بروفيسيونال، عندك ستراك بحب اعرفك عليه. ستراك يا رب. ندبك انا وياك؟ بدك ندبك؟ والله ما عندي. والغنيه جاهزه ليكي هيها هون. شو هي؟
لا بدك قوم انت تعزمها على الدبكه، هي واقفه على العين وانت بدك تعزمها على الدبكه. يلا يلا مذكرة عن جد عن جد، انت نجوى اللي بالتلفزيون.